الخير عليكم حبيباتي العزاز، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في الفيديو اللي نهار اليوم راح نديروا مع بعض لا كونفيتور نتاع الموسم، لا كونفيتور تاع لي زابريكو، معجون المشمش. ما كاينش اللي ما يعرفش لا كونفيتور تاع المشمش. هنايا انا راح نخدم مع المبتدئات اللي عمرهم ما سيوها، راح تنجح معكم من اول مره بمقادير مضبوطه. عندنا هنايا كيلو تاع المشمش نحطوا له 700 غرام تاع السكر، نغسلوا المشمش تاعنا نحطوا له قطرات من الخل، نحطوه في الماء نقطروه مليح في مصفات، ومن بعد نحطوه في السكر، نحطوا له 700 غرام تاع السكر ونبيتوه ليله كامله، نخليوه يطلق هذاك لوجو تاعو، ومن بعد نحطوه افودو، نحطوه الاول هكذا نزيدوا له شويه النار باش يهز الرخصة هذيك الأولانية، ومن بعد نقصوا له النار ونخليوها فودو، وهكذا نقعدوا نحركوا باستمرار باش ما يلصقناش المعجون تاعنا في لو فون تاع لا مارميت، حتى نتخلصوا من الرغوة هذيك كامل تولي ما كانش، نخليوه يطيب على مهلو ابتي فو. وهكذا تكون لا كونفيتور تاعنا واجدة. انا هنايا بدلت لها لا مارميت ديالها، عاود حطيتها، هذه سيت اون استوس باش نتاكدوا من انه لا كونفيتور خلصت منها هذيك الرغوه وخلصت منها الماء، نشفت من الماء. دوكا نحيوها من النار، نخليوها تبرد، ماشي تبرد كامل، تقعد دافيه شويه، ونروح نشوفوا مع بعض لاستوس باش نحافظوا على الكونفيتور تاعنا لمده طويله. وهكذا بعد ما تفات لا كونفيتور وانا كنت غليت الكارورات تاع الزجاج، غليت في الماء والخل ونشفتهم، ودوكا نبداو نحطو في المعجون تاع المشمش في الكارورات ديالنا. حتى الرائحه ما شاء الله هكذا، ونخليهم مفتوحين باش تبرد مليح لا كونفيتور ديالنا، ومن بعد نقلبوهم ونبيتوهم، ومن بعد نغلقوهم مليح باش ما يدخلش الهواء ليهم، ونقلبوهم ليله كامله وهما مقلبين، نكملوا نعمرو الكاروره الثانيه ونشوفوهم في الشكل النهائي. وهكذا نبيتوها ليله كامله وهي هكذا، هذا هو السر تاعها باش تحافظ على المعجون تاعك لفتره طويله. هذه هي النتيجه تاع لا كونفيتور، جربوها اكيد راح تعجبكم وتنجح لكم من اول مره. بروفيتيو لو ماكسيموم من الموسم تاع المشمش وفرحوا ولادكم بها، ما كانش الاطفال اللي ما يحبوش المعجون تاع المشمش. لو نكونوا هكذا لحقنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم، جربوا الوصفه اكيد راح تنجح معاكم من اول مره. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.